السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم هو موضوع بإذن الله تبارك وتعالى آية ودعاء ورقية ما شاء الله لتيسير الرزق والعمل. إذا كنت أخي أختي في الله تعاني من التعطيل في الرزق بإذن الله تبارك وتعالى وعندك تعطيل في الرزق والوظيفة أو العمل، فهناك برنامج قوي بإذن الله تبارك وتعالى لتيسير الرزق والعمل والوظيفة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكي تحل هذه البركة التي أفسدتها الشياطين بين يديك والتي كانت وما زالت بإذن الله تبارك وتعالى، فعندما لا تكون البركة بين يديك بإذن الله تصبح الشياطين هي التي تتصرف بمالك، والله المستعان، يعني تسبب لك المشاكل لتنفق فيها الأموال بإذن الله تبارك وتعالى، ويأتي الشهر ولا تجد أموالك بين يديك والله المستعان، أو قد تقع لك مشاكل أو أمراض تخسر فيها أموالك حسبي الله ونعم الوكيل، أو كسل في التجارة أو مشاكل في التجارة، أو قد لا تبيع شيئا في تجارتك. لذلك التسلط يكون بالسحر أو بالعين أو بالتابعة التي تصيبك والله المستعان من الناس أو من العائلة والأقارب. وهذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان عندك أكثر شيء تعاني منه هو تعطيل في الرزق ومحق المال، فعليك أن تداوم على هذا البرنامج إن شاء الله يوميا لمدة 10 أيام أو 20 يوم أو شهر، فقد تشعر بإذن الله تبارك وتعالى بالتحسن في حالتك المالية وفي حالتك وفي وظيفتك وفي عملك، وستصبح تحب عملك بإذن الله تبارك وتعالى وتنشط فيه، لأن الناس الذين يكون عندهم تعطيل في الرزق والعمل يكرهون وظيفتهم وعملهم ويأتيهم عجز وكسل ولا يحب أن يذهب إلى الوظيفة أو إلى العمل، فإذا ذهب يذهب وهو ساخط على هذا العمل حتى يخرج منه. لذلك إن شاء الله سأعطيكم بإذن الله تبارك وتعالى آية ودعاء ورقية صوتية بإذن الله تبارك وتعالى مسجلة تنفعكم في هذه الأشياء، فيها تنفعكم لهذا التعطيل الذي يمحق رزقك ومالك وتجارتك بإذن الله تبارك وتعالى. الآية الأولى بإذن الله تبارك وتعالى موجودة في سورة آل عمران، الآية 26-27، يقول الله عز وجل فيها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تقرأ الآية بإذن الله تبارك وتعالى 21 مرة أو 20 أو 19 على قدر جهدك، وتكرر وترزق من تشاء بغير حساب، كررها بإذن الله تبارك وتعالى وترزق من تشاء بغير حساب 100 مرة 200 300 على قدر جهدك وعلى قدر مستطاعك، وتكررها جيدا بإذن الله تبارك وتعالى وتكثر منها، وعند ذلك عندما تنتهي تقول هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى: اللهم يا مقسم الأرزاق اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تحوجني إلى خلقك يا حي يا قيوم. اكتب هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى، ولا بأس أن تقوله بعد هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى يوميا على قدر مستطاعك 100 مرة 200 300 بإذن الله تبارك وتعالى، فهو دعاء لتيسير الرزق والعمل والوظيفة بإذن الله تبارك وتعالى. كرره على قدر مستطاعك بإذن الله، وتنصت لهذه الرقية التي ستجدها في أول التعليق بإذن الله مثبتة، أنصت لهذه الرقية رقية تيسير الرزق والوظيفة والعمل، أنصت لها مرتين في اليوم أو 3 يوميا بإذن الله، ولا بأس أن تضعها عند النوم، فستؤثر عليك بإذن الله تبارك وتعالى وستبطل كل العقد وكل القيود وكل الحصون وكل الدروع التي وضعت بينك وبين رزقك، بينك وبين عملك، بينك وبين وظيفتك، وكل العقد التي تعقدها الشياطين في رأسك وفي أذنيك وفي عيونك أو حتى في صدرك لتكره هذه الوظيفة أو في هذا العمل، أو كل العقد المعقودة في يديك التي تجعل رزقك يذهب من بين يديك كما يذهب الماء بإذن الله تبارك وتعالى. فعندما تنصت لهذه الرقية وتطبق هذه الأشياء وتحافظ على صلاتك وأنت متوكل على الله، تستمد القوة من الله بإذن الله تبارك وتعالى، وتخاف من الله وتتوكل على الله، ولا تذهب إلى الصحراء ولا تسأل الكهان، فهذا هو عين التوكل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كنت من هؤلاء فأبشر بالخير وأبشر باليقين وأبشر بالشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.